أندية أوروبا النهارده بيتغلبوا من بايرن ميونخ 3، وبايرن ميونخ بكل أريحية رغم ان اليوم لعبوا ماتش كويس بكل أريحية بيوصلوا للفاينل عشان يقابلوا باريس سان جيرمان. لكن باريس سان جيرمان كسبوا او تخطوا لايبسك في مباراة السيمي فاينل، وباريس سان جيرمان يمكن الامكانيات اللعيبه في الثلث الهجومي ادتهم افضليه في المباراه، خبره نيمار ومبابي وديماريا ادتهم افضليه كبيره جدا، ودفاع لايبسك وجد صعوبه كبيره في التعامل معاهم ومع سرعتهم ومع تحركاتهم ومع مهاراتهم. لكن لايبسك عملوا مباراه كبيره، ولايبسك عملوا بطوله كبيره، ولايبسك قصه جميله من القصص اللي الناس تحب ان هي تسمعها، قصه نجاح بتوريك ازاي ان ممكن ناس تستثمر في الكوره، شركه كبيره ان هي تستثمر في الكوره، تختار المكان الصح وتختاره ليه، وانهي مدرب ومدرب يشتغل ازاي، وايه اللعيبه اللي تخدم طريقه المدرب. حاجات كتيره جدا وقصه جميله جدا عن لايبسك هيقولها لنا وهيتكلم عن تفاصيلها بشكل اكبر صديقي وضيفي هشام رشاد. هشام مساء الخير. ميدو حبيبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. النهارده هادي كده والدنيا، انا لابس لك الحاجات الجميله اللي انت بتحبها اهي. النهارده الاربع. ايوه النهارده يوم الجمعه. لايبسك يا هشام، قصه زي ما اتكلمنا على اتلانتا قبل كده، وازاي ان اتلانتا قدروا ان هم باقل الامكانيات ان هم يشتغلوا وان هم يكسبوا احترام العالم كله والكره الاوروبيه كلها. النهارده بنتكلم على قصه شبيهه شويه، ولكن المدينة ليها أصول في العلوم الرياضية. لايبزيج طبعا كنا ممكن نبتدي بلايبزيج وممكن نتكلم على نيجلزمان، لكن ما دام ابتديت بلايبزيج لازم الناس طبعا تعرف ان جامعة لايبزيج هي تاني أقدم جامعة في ألمانيا، تم تأسيسها 1409. جوه الجامعة دي لما الناس دايما، حتى لما فرقه لايبزيج ابتدت تطلع البوندسليجا، كل الناس جت قالت هي دي لايبزيج اللي كل مدربين مصر ومدربين كتيره في الوطن العربي كانوا بيروحوها، لان هي فعلا هي حاجه تاريخيه وليها باع كبير جدا بالكوره. ما كانش ليهم فرقه كوره، ولكن كل المدربين في الوطن العربي وفي مصر كانوا بيروح جامعه لايبزيج عشان ياخدوا الكورسات وياخدوا الشهادات التدريبيه، ودي لغايه يومنا هذا مستمره، وبتتعمل مرتين في السنه، كانت بتتعمل لمده 5 شهور، ودي بالاتفاق ما بين وزاره الخارجيه الالماني وما يوازي هو وزاره او الشباب والرياضه اللي هي في المانيا، يعني ان هي بتتعمل منح للدول في جميع انحاء العالم عشان يقووا ويوطدوا علاقه المانيا بجميع الدول. وبتتعمل المنح، انا مثلا راجل ما بعرفش اتكلم غير عربي، بيبقى فيه مترجم، بتتعمل ب5 لغات، كل واحد على حسب لغته، في انجليزي وفي فرنساوي وفي اسباني. فطبعا لايبزيج من ليها باع طويل جدا مع الكوره، بس كان بشكل حته اللي هي بقى الشهادات والرخص التدريبيه وكده، لغايه لما ظهر لايبزيج في 2009. النادي بقى نادي قصه جميله جدا، لان سبب تاسيس النادي ده غير طبعا المالك بتاع النادي اللي هو صاحب شركة المشروبات الطاقة اللي احنا عارفينه، تمام، راجل النمساوي، هو انتيم او صاحب فرانس بيكن باور. فرانس بيكن باور هو اللي كان ورا تأسيس النادي. النادي ده ميدو الناس فكروا فيه في 2006. الراجل المستثمر ده كان عايز، فكر يعمله في هامبورغ، فكر يعمله في ديسلدورف، فكر يعمله في برلين، ولكن بيكن باور كان عنده رؤيه، قال له المدن دي فيها انديه كبيره وصاحبه وعندهم قاعده جماهيريه كبيره، انا بقول لك ركز على لايبزيج. ليه لايبزيج؟ لايبزيج ان هي ما عندهاش نادي وعندهم تاني اكبر جامعه في المانيا، فهتقدر تاخد سكان المدينه كلها في ظهرك. طبعا عاشر اعلى نسبه، يعني عدد الناس، يعني عدد الناس في 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 المانيا، فدي بالنسبه له دي كانت هتفرق معاه جدا، ودي حقيقي اللي بتحصل في الاواخر. لما ابتدى الفريق يطلع البوندسليجا وابتدى يشتغل بشكل كويس، يعني كان اول مباريات ليهم دي كان الناس بتحضر، كانوا بيلعبوا في ملعب 5000، دلوقتي الملعب بتاعهم بقى 43000. فكان فرانس بيكن باور كان عنده رؤيه. النادي ده
انا شايف ان هو الناس عامله انجاز، الناس دي عامله في خلال 4 سنين لما توصل سيمي فاينل تشامبيونز ليج لازم سقف للناس دي. لكن هو الفرقه دي اللي الناس ما تعرفوش ان هي مش محبوبه في المانيا، لان هم حتى لما المانيا اتوحدت، عشان ده الفريق الوحيد اللي من الشرق، من المانيا الشرقيه، من المانيا الشرقيه، فمهما احنا واحده واحده، لكن دي سايبه حته معينه. والحته الثانيه ان رئيس النادي او مالك النادي اللي هو صاحب الشركه وصاحب النادي تحايل على القانون في المانيا. المانيا ممنوع ان نادي يسمى على اسم منتج، فهو جاب مدينه فتحايل على القانون ان هو دخل على نادي فيه حرف الار وحرف البي اسمه رايزن بول سبورت بالالماني، رايزن بول سبورت بالانجليزي، عشان يبقى حقق حرف الار وحرف البي. ذكاء كبير جدا اللي اتعمل. وفعلا في خلال 7 سنين يا ميدو طلع للبوندسليجا.